ماذا لو حاول البشر الهبوط على سطح الشمس؟ نشر موقع بيزنس انسايدر الامريكي فيديو اعدته اندريا شميتز الصحفية المهتمة بالعلوم وشيرا بولان منتجة الرسوم المتحركة، اوضحتا فيه تفاصيل الرحلة التي يمكن ان يقوم بها البشر ان حاولوا الهبوط على الشمس. في البداية اوردت اندريا وشيرن نقاطا تلخص سريعا تفاصيل ما جاء في فيديو الرحلة نحو الشمس. أولا، ستكون محطتنا الأولى في رحلتنا نحو الشمس هي الهالة الكورونا، وهي الطبقة الخارجية للشمس التي تتوهج بدرجة حرارة تعد بمليون درجة مئوية، أي أكثر بـ900 مرة من درجة حرارة الحمم البركانية. ثانيا، سنمر على طبقة الكروموسفير وهي الغلاف اللوني، ثم الفوتوسفير وهي الغلاف الضوئي، وهناك نلمح البقعة الشمسية The Sunspot ووهج الشمس Solar Prominence والانفجار الشمسي أخيرا The Solar Flare. ليس للشمس سطح صلب يذكر، لذا فعندما نحاول الهبوط على الشمس سنسقط في الداخل، وهناك سنمر عبر منطقة الحملان Convection Zone ومنطقة الإشعاع Radiative Zone، ثم نصل إلى النواة وهو أكبر مفاعل نووي في النظام الشمسي. يقول الراوي: ستستكشف وكالة نازا الآن الشمس كما لم يحدث من قبل، ففي سنة 2018 أطلقت نازا مسبار باركر الذي يقترب إلى نحو 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس، وهي أقرب مسافة استطاع البشر الوصول إليها حتى الآن. ولكن ماذا لو أردنا أن نقترب أكثر؟ محطتنا الأولى تصبح حارة جدا على ارتفاع من 7 إلى 10 مليون كيلومتر فوق سطح الشمس. نصل إلى الهالة وهي الكورونا، وهي الطبقة الخارجية للشمس التي تتوهج بدرجة حرارة مليون درجة مئوية، وهي أكثر إضاءة من الأرض بعشرات الآلاف من المرات. يعمل الآن الواقي الحراري للمسبار مرآة جيدة جدا، إذ يعكس 99.9% من الضوء الوارد، لكننا سنحتاج إلى شيء أفضل مع اقترابنا أكثر من الشمس. على بعد 3000 كيلومتر فقط فوق السطح نصل إلى الكروموسفير وهي الطبقة الثانية من الشمس. أترى هذا العمود الضخم؟ هذا يسمى وهج الشمس. تعلق حلقات الغاز هذه عن طريق مجال مغناطيسي قوي وتمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات وراء الشمس، ومن الممكن أن تصل حرارتها إلى أكثر من 10000 درجة مئوية، وهو نوع العائق الذي ترغب تماما في تجنبه عندما تنطلق بمركبة فضائية نحو الشمس. الطبقة التالية وهي خطيرة بالقدر ذاته وهي الفوتوسفير أو سطح الشمس، وهو سطح الشمس الذي نراه كل يوم. ستبدأ في الإحساس بشعور سيء للغاية لأن جاذبية الشمس قوية جدا هنا، حتى أن الشخص الذي يزن على الأقل 150 كيلوغرام يزداد وزنه هنا ليصبح حوالي 4000 كيلوغرام، هذا تقريبا وزن وحيد القرن. فحتى إذا تمكنت من الهبوط على الشمس فكل هذا الوزن سيسحق عظامك وأعضاءك الداخلية، ولكن إذا نظرت حولك فليس هناك شيء تهبط عليه فعليا، لأن الشمس ليس لديها سطح صلب يذكر، إنها كرة عملاقة من غاز الهيدروجين والهيليوم، لذا فبدلا من الهبوط على سطح الشمس ستسقط إلى الداخل. أحد أكبر الأخطار على سطح الشمس يأتي من البقع السوداء الهائلة التي تراها وأنت تنظر حولك، ويطلق عليها اسم البقع الشمسية. هذه البقع عبارة عن مناطق باردة من غاز بعضها كبير مثل حجم الأرض بأكملها. تنتج هذه البقع من الحقول المغناطيسية قوية قادمة من داخل الشمس. عندما تندلع الحقول المغناطيسية والغاز فائق الحرارة من السطح تطلق طاقة توازي 10 مليارات قنبلة هيدروجينية. ستحرق هذه البقع إلكترونيات مركبتك من ناحية، ولكن الأهم هو ما إن تتشكل هذه البقع حتى يتبعها التوهج الشمسي. وعندما تندلع الحقول المغناطيسية والغاز فائق الحرارة من السطح تطلق طاقة توازي 10 مليارات قنبلة هيدروجينية، لذا دعونا نتخلص من هذه المناطق النشطة ونكمل طريقنا نحو الداخل. تماما تحت السطح توجد منطقة الحملان، وهنا تصل درجة الحرارة إلى 2 مليون درجة مئوية، وهي أكثر من الحرارة التي صمم الدرع الواقي للتعامل معها.
في الحقيقة لا يوجد مواد على الأرض يمكنها أن تتحمل درجة الحرارة العالية هذه، وأفضل ما لدينا هو مركب يسمى كوربيد التنتالوم الذي يستطيع تحمل حوالي 4000 درجة مئوية كحد أقصى، ويستعمل هذا المركب في الأرض لتغطية شفرات محرك الطائرة. لذا فحتى لو وصلنا إلى هذا الحد فلن نستطيع الصمود هناك، ولكن بدافع الفضول دعونا نتابع المسير. على مسافة 200,000 كيلومتر إلى الأسفل نصل إلى المنطقة الإشعاعية، وهي أسمك طبقة من الشمس، فهي وحدها تشكل نصف الحجم الكلي لنصف قطر الشمس. من أجل ذلك سنقضي بعض الوقت هنا، وهو أمر ليس جيدا لأن الضغط الجوي هنا أكثر بمئة مليون مرة منه على سطح البحر في الأرض. نظرا لأن هذه الطبقة كثيفة جدا فلا يوجد مجال كبير لانتقال الأمواج الضوئية، ما يعني أن المنطقة هنا حالكة السواد، وبدلا من أن تنتقل موجات الضوء عبر المنطقة الإشعاعية والوصول إلى عينيك فإنها تصطدم بإلكترونات وجزيئات أخرى في البلازما، وبعضها يرتد إلى الداخل نحو محطتنا الأخيرة وهي النواة. النواة الأكثر حرارة في المجموعة الشمسية. على مسافة 500,000 كيلومتر أسفل السطح تشكل النواة ما يقرب من ربع مليون من ربع نصف القطر. يرتفع الضغط الجوي في الأسفل هنا إلى أكثر من 200 مليار مرة منه على سطح البحر في الأرض، ويضغط ذلك الذرات المحيطة ويجعلها تقترب من بعضها البعض، وهذا يجعل المنطقة تتمتع بكثافة أكبر من كثافة الحديد بعشرة مرات. بالإضافة إلى ذلك تبلغ حرارة هذه المنطقة 15 مليون درجة مئوية، مما يجعلها المكان الأكثر حرارة في المجموعة الشمسية بأكملها، وهذا أمر منطقي لأن معظم الطاقة الهائلة للشمس تنتج في النواة. هذا صحيح، فنحن نسير عبر محطة توليد طاقة الشمس ذاتها، والآن وخلافا للاعتقاد السائد فالشمس ليست مشتعلة في الواقع، بدلا من ذلك تنتج كل هذه الطاقة من خلال التفاعل النووي تجمع من خلاله ذرات الهيدروجين معا لإنتاج ذرات الهيليوم الأكبر حجما وبعض الطاقة الإضافية. لذا فحتى لو تمكنت من البقاء على قيد الحياة على الرغم من الحرارة الملتهبة والتوهجات الشمسية والضغط الساحق، فيجب عليك الخروج الآن من أكبر مفاعل نووي في المجموعة الشمسية. دعنا نقول أن الاحتمالات ليست في صالحك. بعد هذه الجولة الخيالية يختم الفيديو بالنصيحة التالية: ربما يجب أن يكون أقرب لقاء لنا مع الشمس لا يتواجد لا يتجاوز تواجدنا على سطح البحر.